أكدت اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني أهمية تحفيز التعاون مع المنظمات والصناديق الدولية والمانحين، وشددت اللجنة على ضرورة تخاطب وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع بعض المنظمات والصناديق الدولية للالتزام بتعهداتها التي تلامس أكثر الفئات فقرا، واستعرضت الإجراءات التي اتخذت بهدف توفير المشتقات النفطية واستقرار أسعار الصرف ومكافحة السوق السوداء، كما استمع إلى تقرير الشركة اليمنية للغاز بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة في توفير مادة الغاز المنزلي. أكدت اتصالات محافظة صعدة ارتفاع الأضرار الناجمة عن العدوان السعودي على شبكات الاتصالات في جميع المديريات إلى أكثر من 1,012,286,000 ريال، وأشارت إلى أن أكثر من 16 محطة اتصالات بمختلف مديريات المحافظة تعرضت للاستهداف المتعمد من قبل طيران العدوان السعودي الغاشم، مما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن معظم المديريات وعزلها عن مركز المحافظة.